فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا دخل الإنسان المسجد بعدما يؤدي تحية المسجد، الأفضل له في انتظار الصلاة هل يقرأ القرآن أو يدعو؟ حالات الناس متفاوتة، فهناك من يكون ذهنه حاضرا عند قراءة القرآن فنقول له قراءة القرآن أفضل، فإن في قراءة القرآن من الفضل والثواب ما لم يرد مثله في غيره، قد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقد قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قد قال تعالى في وصف المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن ثم فإن قراءة القرآن الذي هو كلام الله كما قال حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومن ثم فكلام الله أفضل من كلام البشر. نعم.